حرصا منهم على صحة المواطن وسلامته، قامت لجنة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة جهاز الحرس البلدي ببلدية بني وليد بجولة تفتيشية على المخابز والمطاعم وبعض المحال الغذائية. لا زالت الحملة مستمرة في مدينة بني وليد، ونحن الآن اليوم نقوم بجولة تفتيشية على بعض المخابز وبعض المطاعم، ولاحظنا وجود وتم إقفال بعض المخابز نظرا لعدم وجود الاشتراطات الصحية، ولا زالت الجولة مستمرة في مدينة بني وليد على باقي المحال والمصحات والمكان توزيع الأغذية والأدوية. داخل المطاعم بمنطقة بني وليد تم التفتيش على هذا المطعم بربخة لجنة الرقابة على الأغذية اليوم، وتم التفتيش على عدد من المخابز وتم قفل عدد مخابز لعدم وجود الاشتراطات الصحية، والحملة مستمرة من أول مطعم إلى آخر مطعم في بني وليد، من أول مخبز إلى آخر مخبز في بني وليد، وغدوة سوف بعون الله ننتقل ناحية العيادات والمصحات. جهاز الحرس البلدي خلال الجولة قام بإقفال مخبزين لعدم توفر الشروط الصحية وإعطاء أصحاب المطاعم بعض النصائح والإرشادات لتحسين خدماتها. فوجئنا بزيارة لجماعة أفراد الحرس البلدي ومجموعة الرعاية الصحية والرقابة على الأغذية ومجموعة من الأفراد لضبط الأمن، فوجئنا بزيارتهم وقاموا بالزيارة لداخل المطعم، ولله الحمد واطلعوا ووجهونا بعض الملاحظات، الكمال لله سبحانه وتعالى، ووجهونا بعض الملاحظات وإحنا بإذن الله في صدد علاجها. حملة مستمرة في جميع المناشط التجارية بالمدينة مستهدفة المطاعم والمخابز والمصحات والمستشفيات والصيدليات ومحال المواد الغذائية.